باش يوصلوا للسكنة داخل وخارج الوطن. وكتأسف الإخوان بعد ما طابير اللي كان كيكريتيكيو الإخوان اللي مشاو تما بالكلمات النابية وكلشي، ولكن المهم هو الخبر وصل المصداقية. الإخوان تما تكبسوا شوية على حسب الأحوال، كاين اللي دوز يومين، كاين اللي دوز أيام، كاين اللي دوز ست أيام، كاين اللي بقى جنازة. كنشكر جميع الإخوان اللي ساهموا في هذه المبادرة، هذه ماشي مبادرة ولكن مسائل إنسانية. جميع المواقع اللي ساهموا كنشكرهم يعني من القلب، وكنشكروا النقابة اللي قامت بهذه المبادرة، السي السي حسن السي 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 عبد الحق الدرباني والسي الطاح اللي كانت عندهم الفكرة باش يقوموا بهذه المبادرة هذه، وهذه المبادرة إن شاء الله غتكتب لهم في التاريخ. وشكرا للجميع. مريم شكرا لك شي كلمة. السلام عليكم زملائي الاعزاء وكل المدراء وكل المراسلين والاعلاميين. مريم سكراوي عن جريده اخبار الفجر المغربيه. تحيه لكم. كنشكر النقابه الوطنيه للمهن الاعلام من جهه صبيبان صلاح القنيطره. الشكر لمديري المحترم السي محمد الفيلاني القصير اللي دائما كنقوم معنا دائما في السراء والضراء. مشكور الاب الروحي واستاذي عبد الحق الدرماني. شكرا لكم زملائي. السلام عليكم لكل الزملاء ديالي. مريم زكراوي عن جريدة أخبار الفجر المغربية. كيفاش كانت التغطية ديالك خلال الموضوع ديال ريان الله يرحمه؟ أول حاجة ريان قبل ما نكونوا مراسلين مشينا من الجانب الإنساني. ريان اعتبرته كالطفل ديالي، بما أنني أنا أم عندي جوج ديال الأطفال، فكنت كنتخيل راسي ان ريان حتى هو الطفل ديالي. بكل صراحه كنت بغيت نمشي، كنا لقينا شويه ديال الصعوبات، لكن كان جوج زملاء ديالي ديال اخبار الفجر كل واحد كيقول خصني نمشي انا، فكان خصنا نكونوا مفاهمين. مشى الاول اللي كان من مدينه العرائش، من بعد مشيت انا رومبلاسيسو. لقينا صعوبات كثيره في الطريق لدرجه خاصك تضرب 7 كيلومتر على رجلك باش توصل للمكان اللي كيتواجد فيه ريان. من وصلنا تما كنلقاو الاكتضاض ديال الناس، مشاو اليوتيوبر، مشاو المراسلين، مشاو صحافه، مشاو صحافه وطنيه وصحافه عالميين باش ينقلوا الحدث ديال الطفل ريان. كان كل الامال ديالنا ان ريان يكون سالم غانم، يخرج من ذاك البئر اللي انا عن نفسي لقبته بالبئر الملعون. هذا هو اللقب ديالي، كان ذاك البئر. كنا بصراحه الله كنحاولوا ننقلوا المباشر، كنا كنتمنوا انه ما يتقطعش، لان كانوا اسر، كانوا ام اباء، كانوا اطفال اللي كيحاولوا يتبعوا البث المباشر ديال المنابر الاعلاميه الالكترونيه. مشكورين كل الزملاء اللي كافحوا وصبروا العناء ديال الطريق، وكان المشكل ديال عدم الاكل. كانوا شي ناس كيقولوا بان راه كانوا كيوجدوا لي من الماكله كذا كذا، كانوا بعض الناس اللي فئات قلالين اللي كانوا كيخرجوا الماكله، وما كانوش الزملاء كاملين كيوصلوا. كانوا مراسلين، كانوا يوتيوبر، كانوا ناس كانوا كيلقاو صعوبه في الماكله بصراحه الله، لدرجه لقيت زملاء ما واكلينش تقريبا يومين. دينا شي حاجه ديال السقاطه كما العاده باش نديبانيو راسنا. كنا كنباتوا في العراء وكان البرد بزاف. كانوا بعض المراسلين منهم واحد الزميله اللي كانت لقيتها انا طاحت على رجلين ديالها ولقيتها في واحد الحاله كيعلم بها غير الله. كنا كنلقاو صعوبات بصراحه الله. فريان كان كنقول لك حنا قبل ما نكونوا منابر اعلاميه، ريان مشينا من الجانب الانساني كانه الطفل ديالنا، وكنا على امال ان ريان يكون باقي عايش ويخرج سالم غانم ويشهد ويفرح العالم كله. لكن للاسف كان ريان من الشهداء الاطفال، ملاك من ملائكه الجنه، الله يرحمه ويوسع له الرحمه. وما تفوتنيش الفرصه انني نشكر الكاتب الاقليمي للصحافه ومهن الاعلام مدينه الرباط سلا والنواحي على هذه المبادره الطيبه اللي
كانوا هما الوحيدين كنظن اللي تفكروا المراسلين وحاولوا انهم يكرموهم على ذاك المعاناه، وهذا كان واجب انساني وواجب وطني. شكرا لكم بزاف. بالطه حسن كاتب اقليمي بالرباط وسلا للنقابه الوطنيه للصحافه ومهني الاعلام. تشرفني اليوم نقوم بهذا التكريم لرجال الصحافه والاعلام اللي حضروا الحدث ديال طفل الريان الله يرحمه. هذا التكريم ما هو الا واحد البادره بسيطه بالنسبه لهم على المعاناه اللي عانوا في البرد وفي الجوع وفي الطريق اللي ضربوا على رجليهم، وعلى مصداقيه في توصيل الخبر للجميع. حنا تشرفنا اليوم هذا التكريم اللي غيكون الصحافه والجد مسرورين بالحضور ديال هذه المنابر الإعلامية، وشكرا.